30 على اعمال الترم اللي هو الميد والسكشن الو الثلاثه. هنحتاج من كل طالب هيكون معاه الجداول والمنحنيات بتاعه الماده. كل الايكويشن بتاعه الماده سنه واحده، في سنه ثانيه ما عنديش طالب يحفظ الايكويشن. ما عنديش طالب يحفظ الايكويشن، الايكويشن موجوده بس شطارتك تطلعها منين؟ فانا جمعتها لك مع المنحنيات او الجداول اللي ممكن تطلع منها بالنسبه للكورس بتاعنا، ممكن في الامتحان او في السكشن تطلع المعلومه. يعني مفيش حاجه تقول لك احفظ اعمل ده، موجوده هنا هتخش بيها الامتحان، مسموح بيها بس كل طالب ليه جدوله. مفيش ممنوع التداول، انا بكتب كده ممنوع التداول للجداول. ما ينفعش تبقى ايه ان كل واحد يكتب كان الجدول ويشوف الايه المعلومات. فبالتالي كل طالب السكشن هيكون معاه جداول. ومعاه ملزمه اللي هي التمارين. التمارين عباره عن ست ورقات فيهم تمارين الترم كله. يعني النهارده عارف التمرين هتاخده امتى واسمه ايه؟ عامل لك تقويم كل اسبوع هتاخد ايه ومين الدكتور هيخش لك لحد نهايه الترم. خلاص؟ الاسبوع ده التمرين ايه والمحاضره ايه ومين الدكتور هيخش. دي اول ورقه، بعد كده ست سبع تمارين بتوع الترم كله موجودين يعني. فالطالب ياخدهم من المبنى الاعدادي في المعمل بتاع الراجل بتنزله السلمين كده من ناحيه الجنينه. مبنى اعدادي من الظهر. مبنى اعدادي من الظهر في الجنينه بتنزل السلمين كده بتلاقي معمل رايت. هتلاقي فيه الجداول والامتحانات. اللي عاوز يصورها ما عندهاش مشكله، المهم الامتحان يكون كل واحد معاه جداول ومعمل. نفس الوقت الكتاب ده مجموعة الدكاترة احنا عملناها شبكات ري والصرف بس للأسف ما طبعناهوش السنة دي، فاللي موجود حوالي 17 نسخ فقط. بس عشان أقول لكم المجموعة الأولى لازم أقول لكم، فاللي من هواة احتفظ بيه في مكتبته ماشي، مش من هواة ما يفرقش معانا. إن احنا نقول مزودين فيه عامل مقرر، اللي ربما بيجي لنا ساعات مهندسين شغالين في الدول العربية، طب انا نسافر جدع، طب ممكن يبقى معايا ايه المراجع اخدها معايا، ممكن اصمم شركه كذا او شركه كذا. فموجود اللي يحب ياخده، لكن المقرر في مع السكشن اظبطوا بقى يا جماعه. في ناس تحب تستزيد، ما انا خليتها الموبايل عمال يتهرب كده. ده اختياري وقلنا مش موجودين الا 17 نسخ. يعني لو ما يكونش ما تحطش ايه نطلع ان شاء الله السنه الجايه. مقرر هندسة الري والصرف، لو حبينا نقول الباب الأولاني النهارده، أول محاضرة النهارده بعنوان تخطيط شبكات الري والصرف. ده المحاضرة الأولى، هنقعد في هذا الباب حوالي ثلاث أسابيع من ثلاث محاضرات. نخلص الباب الاولاني، ده الباب الاول، الباب الاول. عشان نتعرف على هذا الكلام وقبل ما ابدا اخش برضه في المحاضره، سالت مجموعه زملاء الصبح اكيد غششوك السؤال انا بديت بيه. المقرر سنه ثالثه راي وغيره وغيره بتبدا كلمه هندسه، يعني المقرر بتاعنا اسمه هندسه الري والصرف. في بعد كده مقررات اسمها هندسه الدور وهندسه السكه الحديد وهندسه، فكلمه هندسه هتبدا تظهر لك في سنه ثالثه ورابعه. سؤالي بقى هو، ما معنى كلمه هندسه؟ الكليه اللي انت فيها النهارده في كليه الهندسه، فواحد سالك في الميكروباص يا باشمهندس انت حضرتك فين؟ انا في كليه الهندسه. يعني ايه معنى كلمه هندسه؟ والدتك في البيت او والدك الف مبروك ومن دخل كليه الهندسه، يعني ايه بقى يا حبيبي كلمه هندسه؟ ما هو السباك بيقولوا له باشمهندس. هل احنا نتميز عن السباك؟
سمعتي يعني خلاص السنه الثالثه وهنتخرج اهو وكليه الهندسه بس محدش عارف يعني ايه. تحديد اولويات وتخطيط. يعني مثلا اي واحد بيخطط ريت التجاره بيخطط المشروع يبقى هاخد طاقه مهندس. فاحنا لازم نتميز بحاجه مش موجوده عند الاخرين. مش المقصود مهندس مدني، بتكلم عن كهرباء ميكانيكا كلمه هندسه. ها انا مش سامع حد يقول لي اورجانيزيشن اوتوميزيشن ماشي. يعني دي هندسه. يعني راجل بتاع اي برضه زي ما بقول مثال كليه التجاره حل مشكلات. في حد يحب يقول اي مقترح تاني عشان الوقت؟ كلمه هندسه حاول تعريفها دلوقتي بس هقولها لك بامثله بسيطه. لما نيجي نعمل منشا بنشوف تاثير الرياح، تاثير الزلازل، نوع التربه، عدد الناس اللي هيسكنوا، في مجموعه متغيرات اللي يربط بين هذه الاشياء عشان تطلع منتج. ده هندسه. اللي بيعمل زي ما كنا بناخد في الميكانيك كوره بتتبخر على جبل او كتله، فبتشوف وزنها اللي قد ايه؟ المقاومه قد ايه؟ المتغيرات دي بتطلع في الاخر راس. كل حاجه بقى سواء بتاع الميكانيكا بتاع الكهرباء. الهندسه هو علم ادراك العلاقه بين الاشياء. بتدرك ده وده وده وبتربطها مع بعض بتطلع ايه؟ منتج. مثلا كمبيوتر، تصميم عماره، ادراك العلاقه دي كلها بتطلع منتج في الاخر. وعلم ادراك العلاقه بين الاشياء. السادات تيجي بيت الصامولة ولا بيعمل كذا، لكن انت باصص الموضوع بشكل اكبر. فالهندسه تيجي عليها طبقها بقى في المدني، طبقها في الكهرباء، طبقها في اي حاجه. دي كلمه هندسه. لما نطبق بقى هندسه ري والصف، بربط العلاقه بين الدرع والمصارف والمحتاجات النبات. كل ده بيجيني في الاخر علم اسمه هندسه. بربط المتغيرات مع بعض بطلع في الاخر تصميم لشبكه. اول باب بناخده اللي هو شبكات ري والصرف. هنرسم مع بعض الديجرام، هنقول عنوانه شبكه الري في مصر. شبكه الري في مصر بتبدا بنهر النيل. نهر النيل بيدي حاجه اصغر اسمه رياح. الرياح بالانجلش برضه نفس الايه؟ الاسم. الرياح بيدي حاجه اصغر اسمه الترعه الرئيسيه الكبرى. ميجر كولم. بالظبط زي الشريان اللي طالع من القلب، يطلع الشريان الأورطة بيبدأ بقى إيه؟ يمشي يمشي ويمشي يمشي يمشي لحد أصغر الشريان في أطراف الإيه؟ الأصابع. أنا هعمل كده بالظبط، النيل يعتبره شريان رئيسي. طالع الرياح، الرياح بيدي ترعة رئيسية كبرى، بيدي بعد كده حاجة اسمها ترعة رئيسية. مين قلم؟ الترعة الرئيسية بتدي حاجة اسمها ترعة فرعية بنسميها برانش قلم. يهمني المصطلح الانجليش. الفرعية بتدي حاجة اسمها ترعة توزيع بالانجليش ديستريبيوتري. الحد هنا هنحط خط رؤية وهنقول يتبع وزارة الري، تتبع وزارة الري هي اللي بتعمل الكلام ده.
بس في شريان صغير قوي عند طراطيف الصوابع اسمه مسقط، بالانجلش مسقط. مسقط دي تتبع ايه؟ المزارع، الارض بتاعها. مالناش دعوه عاوز يعمل هنا ميه بتدور عقبه، مش حرق. يبقى احنا دلوقتي نبدا بنهر النيل. الشريان اللي طالع من القلب بيدي اعضاء مختلفه، اصغر واصغر واصغر لحد مين؟ اصغر الشريان. كل حاجه جديده هناخد مسمى كلمه جديده اسمها، لما نيجي نقول المدرج ده نقول مساحته، عارفين دي مساحته. لكن الترعه بتخدم ارض، بنسمي كلمه جديده اول مره تسمعها اسمها الزمام. يبقى لها معنى كلمه الزمام، هي المساحه التي تخدمها الترعه. ما نقولش مساحه الترعه، لا، الزمام هي المساحه اللي بتخدمها الترعه. يعني ممكن ترعه واحده ماشيه كده تخدم كل المساحه. يبقى المساحه اللي بتخدمها الترعه اسمها الزمام. فما قلناش بعد كده هنستخدم كلمه المساحه، كل الكورس هنستخدم حاجه اسمها الزمام. هي مساحه بالفدان، المتر مربع، كيلو متر مربع، بس كلمه المساحه دي بالنسبه لنا ما تمشيش. الزمام. فبالجم بقى صنفوا، هل يا دكتور لما ابص للترعه كده قلت ترعه كبيره ولا صغيره؟ لا، ما عندناش حاجه بالشكل ده، بنقول الزمام. فالرياح يخدم زمام اكبر من 200,000 فدان. الترعه الرئيسيه الكبرى بتخدم من 100,000 ل 200,000 فدان. يبقى واحد منكم ما يبصش لترعه قد كبيره ولا صغيره، يسال هو اسمامها كام؟ يقول لك 156,000 فدان او 156 فدان، يبقى دي اسمها ترعه رئيسيه كبرى. الترعة الرئيسية من 10,000 ل 100,000 فدان. البرانش كمان من 1000 ل 10,000 فدان. الأرقام مش صعبة يعني، كلها بتشيل صفر وأنت ماشي كده. قطعة التوزيع من 100 ل 1000 فدان. المسقة أقل من 100 فدان. نطلق عليها كلمة مسقة. يبقى محدش عندنا بياخد حاجة من الشبه، وإننا بناخدها للسلام. ومن الكلام ده هستفاد منه في أول شيء إن شاء الله الأسبوع الجاي، بنخطط أرض وبنقول محتاجين كام ترعة، الأرقام دي هتعوزها. اتعرفنا على شبكة ري في مصر بتبدأ من القلب، الشريان الكبير والى اخره. هنعمل خط تاني رقيق كده بين الترعه الرئيسيه والفرعيه، واكتب فوق ممنوع الري المباشر، وتحت الخط اكتب مسموح بالري. هنشرح يعني ايه مسموح وممنوع. بعد الترعة الرئيسية مسموح، من الترعة الرئيسية وانت فوق ممنوع. يا ترى ايه كلمة مسموح وممنوع؟ اشرحها بشكل بسيط كده. نهر النيل مش بيخدم المحافظة ولا بيخدم قرية ولا بيخدم مصر كلها. لو جه واحد روى من مخالف التعليمات وروى من نهر النيل او من نهر النيل ماشي بيخدم مصر، فلو جه واحد من هنا على نهر النيل وسرق ميه، انا عامل حساب ان الميه دي راحه لمحافظات مصر كلها. فلو ده سرق وده سرق وده سرق وده سرق، ان شاء الله ده مش هياخد له حاجه. أقول له ممنوع.
مدش ايدك، ولو لقينا بامب بتاخد بتصاد وبيطلع ضرب، يعني بتحط القانون على طول، مفيش مجال ممنوع. طب ليه الراجل ده معقوله تبقى ظهر يمين قدام وما مدش ايده؟ يقول لك الميه ما تعديش على عصفان، شايف مين معدي؟ يقول له لا انا هجيب لك ميه بس شايف؟ من خلال حاجه اسمها الترعه القرعيه. هكون عامل حسابك هجيب لك ميتك، بس ظهر يمين ده رايح وانا مقسم محافظه دي هتاخد محافظه دي هتاخد محافظه دي. لو انت خدت وسبت كل واحد ياخد هتعمل لي خلل في هندسه توزيع الميه. ممنوع. انا هجيب لك ميتك بس من خلال القنوات الفرعيه او التوزيع. عليك كده اول سؤال علم. ممنوع الري المباشر من نهر النيل وريحات والترع الرئيسيه. ليه ممنوع؟ من النيل. ولان هذه الشرايين الرئيسيه تغذي محافظات مصر كلها. واي سحب مياه منها واي سحب مياه منها يؤدي الى خلل في توزيع الميه. والمسموح هو الري من الترع الفرعيه والتوزيع. كلمه ريح دي جديده عند ناس كتير انا ما بسمعها. حد منكم شاف ريح او سمع ان في حاجه اسمها ريح؟ في مصر عندنا خمس ريحات لازم تحفظهم. خمس ريحات لازم احفظهم واعرف مكانهم فين. يعني نعمل اللوكيشن بتاع مصر كده، نهر النيل في الدلتا، ده البحر وده فرع دمياط. ده فرع السؤال نفسه، بس السؤال عشان دي اسمها وسط الدلتا وده اسمه غرب الدلتا وده اسمه شرق الدلتا. في مصر عندنا خمس رياحات او رياح في غرب الدلتا بيطلع من القناطر الخارجيه في القاهره، يطلع أول شريان اسمه رياح البحيري. يبقى أول شريان عبارة عن خط مستقيم. طب ليه خط مستقيم؟ إن هي من صنع الإنسان، الإنسان اللي حفرها فبيعملها ستريت لاين. إن نهر النيل بيبقى ليه تعريف حسب ربنا خلق طبيعته. لكن رياح مين اللي عمله؟ بني آدمين زينا هي اللي حفرتهم، عاملينه ستريت لاين. فأول رياح اسمه رياح البحيري. الرياح اللي جنبه ماشي موازي ليه؟ اسمه رياح الناصري. أيام الرئيس عبد الناصر سموه رياح الناصري. وسط الدلتا في رياح رقم ثلاثة اسمه رياح المنوفي. رياح رقم أربعة اسمه الرياح التوفيقي ايام الخديوي توفيق. يبقى وسط الدلتا رياح، شرق الدلتا رياح، غرب الدلتا رياحين. فاضل واحد صغير بيجي هنا من فرع دمياط، الوحيد اللي طالع من فرع دمياط صغير كده اسمه رياح العباسي، برضه ايام اسره محمد علي، فده اسمه العباسي. يبقى وسط الدلتا فيه رياحين، شرق الدلتا رياح، غرب الدلتا رياحين. لازم تبقى عارف الخمس رياحات ومكانهم فين. يبقى دي كلمة رياح اللي هو مساحته وزمانه ايه؟ تبدأ بقى الترع تطلع من كل رياح راحة هنا وراحة هنا وراحة هنا وراحة هنا.
اللي احنا شفناه ده اسمه شبكة ري مصر، اللي انا بمثلها زي الشرايين بتاعة القلب، مية نقية، مية نظيفة لم تستخدم من قبل. بمثلها زي الدم اللي طالع نقي من القلب. القلب بيخش له دم فاسد يحصل له تنقية، يطلع بعد كده دم ايه؟ يعني اللي هو الدم النقي الشرايين. انما الدم الفاسد بيدخل على حاجه اسمها الاورده. الاورده بتستلم من الشريان اللي في الاطراف بتاعه الاصابع. جدا الوريد الصغير الشعيرات دي في وريد اكبر 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 لحد ما يدخل القلب والدوره الدمويه. يبقى ايه طبعا الاورده بقى اللي نيجي ناخدها عندنا في مصر اللي هي شبكه الصرف. يبقى هناخد حاجه بقى اسمها شبكه الصرف الزراعي في مصر. بعد ما وصلنا لاصغر وريد هنبدا باصغر اصغر شريان، هنبدا باصغر وريد اللي هو حاجه اسمه حقل لترة. ده عند الفلاح او المزارع. الحقل وحقل وحقل يبدو حاجه اسمه مصرف فرعي. برانش برين. برانش برين. برين يعني وصل. برين يعني وصل. فرع وفرع وفرع بيدوا حاجه اسمه مصرف رئيسي. ميزر او مين؟ قناة. مين برين. مصرف رئيسي ومصرف رئيسي بيدوا حاجه وريد كبير قوي اسمه مصرف مجمع. مجمع كوليكتور برين. من اصغر وريد يكبر يكبر لحد مصرف ايه؟ هنا هيطلع سؤال حد قاعد بينكم. طيب نهر النيل ربنا رزقنا بيه من خارج مصر. ميه الصرف اللي انا جمعتها دي هي عباره عن يعني ايه ميه صرف؟ هي ميه زائده عن حاجه نبات زي الانسان الطبيعي برضه ميه زياده عنده، النبات برضه ميه عنده شبكه الصرف بتاعته. فبالتالي نعطي تعريف، نكتب كده تعريف مياه الصرف الزراعي. تعريف ايه؟ هي مياه زائده عن حاجه النبات، مياه زائده عن حاجه النبات بعد عمليه الري. النبات شرب شرب ميه زياده بتروح حاجه اسمه المصرف. فهي ميه زائده عن حاجه النبات فبيبقى فيها ملوحه بسيطه. يبقى نكتب هي مياه زائده عن حاجه النبات بعد الري وتتميز بملوحه عاليه نسبيا. طب ليه جت منين يا دكتور الملوحه؟ عشان عملت غسيل التربه. لان هناك غسيل التربه والتربه فيها املاح. فهي تتميز بالملوحه شويه. طيب ابدا بقى المصارف وهي ماشيه. الملوحه بتزيد. الناس اللي بتتكلم. الملوحه بتزيد بتزيد بتزيد. تيجي المصرف المجمع ده ما اجي اسالك مين اكثر واحد في الملوحه؟ هتقول لي ده اكثرهم ملوحه وده اقلهم ملوحه. فيبدا السؤال، اول سؤال يطلع من عندكم دلوقتي، طب يا دكتور طب نهر النيل ربنا رزقنا بيه من بره مصر، طب ميه الصرف اللي جمعناها فين وادي؟ فين في مصر؟ ميه كتير نوديها فين؟ الحليب. هنتكلم نقول بقى عنوان التخلص من مياه الصرف الزراعي في مصر. ده سؤال يعني نخلص منه ازاي؟ من خلال ثلاث حاجات.
يا اما الالقاء في البحر المتوسط او الالقاء في البحيرات. ثلاثه، ودي اخطر واحده، اعاده الاستخدام مره اخرى بالخلط مع مياه الترع واعاده الري به. تاخد ميه الصرف مع ميه الترع نخلطهم مع بعض ونعيد نشربهم للابد مره ثانيه. النهر دي ما بيكفيش. واعاده الري به ثاني حاجه. رقم اللي هقوله ده ما تنساهوش، مصر بتستخدم حوالي 14 مليار متر مكعب في السنة، نهر النيل 55.5، مع ال 14 بنقدر نكفي احتياجاتنا للمياه الري. ما بقولش للشرب، الشرب مية نيل، لكن الري بيديله خليط مية ري مع مية صرف. ملوحة عالية مع ملوحة قليلة دي ماشية الحال، ما عندناش بدائل تانية. فبنضطر نعيد مية الصرف. معلومة بقى أعرفها تاني في مصر يتم إعادة الاستخدام من 3 لـ7 مرات. نقطة المية اللي بتخش لنا مصر بناخدها نرو بيها، بناخدها ناخدها مرة تانية ثم مرة تالتة، في حتة بتصل إلى 7 مرات. لما تصل الملوحة عالية خلاص مش هتقدر تستخدمها تاني، فبنرميها البحر. بيتم إعادة تدوير المية ومصر بنعيد استخدام نقطة المية من 3 لـ7 مرات. طب ليه نعيد استخدام؟ عشان المية دي لا تكفينا. فكل منطقة بتبقى عندها أزمة في المية بنعيد الاستخدام بأكثر من 4 مرات. خلاص ما عندهمش موارد مية تانية. لكن لا اخفيكم سرا طبعا المصارف وهي ماشيه. بتحصل حاجات طبعا سلبيات سيئه من بعض الناس. بنلاقي الكره ما عندهاش صف صحي، الكره ما عندهاش صف صحي. عزه صغيره كده 4 5 10 بيوت. راحوا ايه؟ بنوا بيوتهم في الارض الزراعيه. الناس سهلة، الصرف الصحي بتاعهم يدوروا كده نرميه فين نرميه فين نرميه فين، فبيجمعوا من نفسهم يعملوا مسير من البيوت وفي الآخر يدوروا فين أقرب مصرف ونرمي فيه الصرف الصحي بتاع العزبة. في قرى تكبر، الناس اللي في الأطراف ما عندهاش محطة صرف صحي، يجي جامعين من نفسهم ويعملوا مسير ويرموا فين؟ المصرف. ثم المصرف ماشي بقى يوصل بقى لحد المجمع ده ياخد الخيرات بتاعت كل محافظات مصر هنا. كل قريه مزنوقه ما عندهاش كده. فاصبح في مصارف احنا عارفينها اصبحت ملوثه. ليه؟ ان نسبه بتزيد. الدولة خدمت الصرف الصحي في مصر دلوقتي 69% من الناس عندها صرف صحي. والشرب تقريبا 100%. كل واحد عنده مال شرب. لكن الصرف الصحي 69%. طب بقية ال 100% هم 31% ما عندهمش خدمة صرف صحي اللي حضرتك كان عندها في المدينة. نتيجة إن هم راح في عزة وقال وكان ماله كان بيت ما عندهمش. على ما الدولة تعمل له محطة وصلوا عشان البيه اللي راح تعالى على الارض الزراعيه، الزراعه عمل كان 4 5 بيوت وبيرجع المصرف على ما تعمل له هو بقى معالجه هو وغيره، ناخد وقت مش هعمل عشان 4 او 10. فبيفضل ناس بتزيد وبتتوسع تدور على ما بتلحق توصل لهم الصرف الصحي، ففي ناس ما عندهاش الخدمه. فبيعمل ايه؟ بيوصل على المصرف، يعمل تلوث في مياه المصرف. فالمصارف الملوثه نعيش استخدام تخليطها نضطر نرميها في البحر. وفي مصارف فيها حالتها كويسه نعيد استخدامها.
عشان بس اكون امين معاكم، مش كلها ميه صرف زراعي، وانما هناك من يلوثها سواء بعض المصانع يقول لك بدل ما اعالج الميه اللي بتاعته الصرف بتاعه هتكلفني فلوس، يعني وصله المنصوره لانها ايه؟ في مصر يلوثها. لو مصر ما حدش هيجي منه ما يعرفش ان ده بعيد استخدامه مره ثانيه. دي حته سلوكيات عشان يوفر معالجه الميه بتاعته فترميها زي ما هي بتولد بس بتطلع مصر يلوثها. ما ينفعش تستخدمها. وصعب معالجتها بعد كده. فدي المعاناه بتاعت ان انا 14 مليار انا نفسي استخدم اكتر بس دول اللي ممكن عرفنا دلوقتي شبكة الري، شبكة الصرف، في حاجة ازاي اتخلص من الصرف الزراعي. رقم اثنين انا كاتب في البحيرات. لو سألت واحد منكم مصر فيها كم بحيرة؟ هنتخرج ما نعرفش مصر فيها كم بحيرة؟ هنتخلص المية فيها ازاي؟ مطلوب من كل طالب يعرف ايه هي البحيرات اللي احنا هنرمي فيها الميه. مصر ده الساحل الشمالي ودي نهر النيل. في عندي في مصر خمس بحيرات شماليه. يبقى نكتب كده البحيرات الشماليه اللي هي على البحر. سامع صوت. عندي خمس بحيرات. هقول لك كل بحيرة وبتقع فين لازم تعرفها. أول حاجة عندنا في اسكندرية بحيرة ماريوط في محافظة اسكندرية. بحيرة إيكو ها بحيرة. البرونوس فين؟ محافظة فين؟ كفر الشيخ. كفر الشيخ. المنزلة عليها أربع محافظات، بورسعيد والشرقية والدقهلية والإسماعيلية. خمسة بحيرة البردوين بين في شمال سينا. أنقى بحيرة في مصر هي بحيرة البردوين، عشان كده دي الوحيدة اللي بتصدر سمك لبره. الاتحاد الأوروبي معتمدها إن هي عشان ميتها ما لهاش صرف زراعي ولا صرف صحي ولا حاجه، فبياخد انتاج السمك بتاعها مسموح بتصديره بره باسعار كويسه قوي قوي يعني. فدي يعتبر طاقه بحيره. لكن لو اسوء بحيره من الخمسه اللي هي بحيره المنزله تعتبر اقلهم. انا سامع اصوات وانا زي ما كنت بنجي الحضره الصبح ودي ثانيه يعني بيجي واحد اخر يعني كويس قوي بيتكلم اللي هو مش حاسس ان هو مش قادر يسمع حضره الكلام ده موجود على الباور. يبقى عندنا خمس بحيرات، انقى واحده عرفناها اسمها البحيرة اقل واحده في الكواليتي بحيره المنزله. ولو ان الدوله حاليا بتقوم بمشروع كل بحيرات مصر كلكم بتشوفوا بحيره مريوط ماشي على الطريق الصحراوي منظر تاني خالص. منزلة اتمنع فيها التلوث اللي كان بيرمي فيها. فعاوز اقول هتحسن اول منزلة بعد. لكن حاليا دي احسن ودي اقل بالنسبة. زائد بحيرة اسمها بحيرة قارون الفيوم. بس مش على البحر. يبقى مصر بتتخلص في البحيرات الشمالية زائد بحيرة قارون. يبقى عندي خمسه في الشمال وواحده في الصحراء اللي هي في محافظه الفيوم بيتم عليها صرف زراعي. يبقى كده احنا عرفنا ازاي نتخلص من ميه الصرف في مصر من خلال ثلاث وسائل كل واحده لها قصه ومكان ودوله. هننتقل يا ريت على السكتش اللي معاكم، بس
هتعملوا ديجرام بعرض الاسكتش مش بالطول بعرض. سرسايل زي ما هينزلوهم في الشيت الاسبوع اللي جاي عندنا قطعه الارض هنعملها بالخط المتقطع كده خفيف اسمها قطعه الارض. يبقى دي قطعه الارض عندنا مصدر الميه اللي موجود هنعمل حاجه كبيره كده اسمها رياح. الرياح ده ماشي كده الميه فيه وهنا في اخر الارض في مصرف ماشي بيجمع الميه بتاع مصر كلها اسمه المصرف المجمع اللي احنا قلنا عليها شويه. مطلوب منك في السكشن تخطط شبكه الري والصرف وقطع الارض. انا هدي لك مصدر الري ومكان الصرف. هنتعلم مع بعض ازاي دلوقتي نخطط الشبكه بينهم. حسب الكلام اللي انا شرحته الترع رياح بيدي حاجه اسمه ترع راسيه القطب. يلا نرسم مع بعض ستريت لاين والسهم معناه اتجاه الميه ماشي كده. اخر صفين الميه الثانيه هتطلع بره الفلوس الثانيه. اخر صفين هتطلع بره المياه بيدي حاجه اسمه الترعه الرئيسيه الكبرى. حسب التصنيف الترعه الرئيسيه الكبرى بيطلع منها حاجه اسمها ترعه رئيسيه. لو تلاحظوا كل ترعه بتطلع عمود يعني الترعه الواحده منها. يبقى الترعه الرئيسيه الكبرى بتدي كذا شوليان اصغر يمين وشمال كده. بس مش كل مره هقعد اكتب بقى الترعه الرئيسيه. هناخد مجموعه مهندسين ما بيحبوش يتكلموا كتير بيدوا كل حاجه برامج واختصار. لغه المهندسين الرسم بالمناسبه يعني. يعني ايه اكفر الكلام ده؟ لما تيجي تطلع ان شاء الله سنه رابعه كده وتاخد اي عمليه هندسيه في دروينج وفي حاجة اسمها مقايسة. لو المهندس كاتب في الرسم حاجة رقم معاكس اللي موجود في المقايسة القانون بيحكم بالرسم. لا لغة المهندسين هي الرسم. الكتابة اللي نازل بيكتب على الكمبيوتر التلاتة عملها اتنين. لكن المهندس عمل رسمة كده أنا إيه؟ إيه دي معتمدة؟ أو في حالة اختلاف يعني. تحصل ساعات كتير المهندس يغلط التلاتة هنا يكتبها اتنين هنا. دي القاضي في المحكمة أو اختلف قدام أي جهة مصدق مين؟ كل طرف عاوز يناقش، المقاول عاوز الرقم الكبير، والمالك عاوز الرقم الصغير، القاضي بيحكم بلغة الرسم هي الموضوع. فبالمناسبة يعني، اللغة اللي عندنا احنا إيه؟ الرسومات والاختصارات. فمش كل مرة هكتب ترعة رأسية، ففي اختصارات اكتب كده برة تهرج ترعة رأسية. خلاص بعد كده ما مش هكتب على رسم ترعة رأسية هكتب ايه؟ انت في اي رسم بعد كده ما تقعدش تكتب كلمة ترعة رأسية اكتب ايه؟ يبقى أول ملحوظة نكتبها كده مع بعض في صفحة تانية اكتب ملاحظات. ايه الملاحظات؟ أول ملحوظة احنا شفناها دلوقتي في التخطيط
التخطيط أو ملحوظة أن الذرع عمودية على الذرع الآخذة منها. يعني عمودي. طيب ملحوظة. ملحوظة تانية، المية وهي ماشية هي كده. جاية من المصدر راح الآن. وهي ماشية ايه اللي يخلي المية تحول وتدي اشارة وتخش في الترعة الرئيسية؟ احسن ايه تفضل ماشية؟ ايه الواحد ايه؟ ايه اللي تخلي المية تمشي كده؟ ونقول لها المية خش هنا ده وده ما مش داخل. ايه اللي يخليها تعمل كده؟ زي عندنا في البيت في الحمام وفي المطبخ حاجه اسمها محبس. احنا زيه بقى بس حاجه كبيره محبس. ده لما حطينا صوره صغيره بالعقل بنعملها منشا. منشا ده هديله رمز، يا ريت تعمله لون مختلف كده. كل درعه عليها منشا هديله رمز حرف، اكله تشانل حرف سي بالانجلش بس باتجاه. والترعه الثانيه لها الشيك اللي تشانل بتاعتها. الرمز ده اللي هو بنسميه زي المحبس كده، بس نطلب عليه حاجه اسمها قاف في. قاف في. قاف في. كل رمز من دول بقى ايه؟ يبقى الاختصار الثاني النهارده قاف في. قاف في حاجة اسمها قنطرة فوم. المحبس اللي على فم الترع. افتح يا سمسم النهارده دخل مية او اقفل. بس لو مبالغ. قنطرة الفم الانجلش بنسميها هيد ريجوليتور. ريجوليتور يعني منظم. الاسبوع الجاي الرسومات. يبقى عن طريق الفوق الهيد ريجوليتور بصرا قاف في. يبقى هنروح في الملاحظات نكتب رقم 2 كل درعه تبدا منشا اسمه عن طريق فوق. ايه فايدته؟ ينظم دخول المياه للترعه. ماشي تتعلم تخطيط الشبكة بقى في منشأ اديته رمز اللي تشانل المقلوبة دي. لو لقيت واحد عامل لي كده ده صح؟ في ناس تعمل كده. ادي الترعة ماشية تعمل لي منظر تقول لي انت مش عاوز تشانل ده غلط. ده صح. عبد ما حضرش المحاضرة بقى. وريح ضميره وحط رمز اللي احنا في اتجاه الفلو. اتجاه الفلو اللي ماشي هنتشال بهذا الحرف. خلاص؟ ده ايه؟ يبقى كل درعه بتاخد من درعه بمنشا اسمه قاف ف. جميل؟ الدرعة الرئيسية كانت بتدي حاجة اسمها درعة فرعية. عمود عليه. الشرايين الزرقاء دي اسمها درع فرعي. انا عاوز اوصل الميه لكل مزارع في الارض لما اديله الشرايين. تبدا الدوله رايحه
نحفر ترعه كبيره نطلع ترعه رئيسيه، الرئيسيه تدي فرعين، الفرعين تدي توزيع لحد ما توصل للراجل اللي هو قاعد مستني نقطه الميه. العلم بتاعنا هو ازاي اوصل ميه من نهر النيل لاخر واحد في حدود مصر. ده شغلانه مهندس الرياضه. العلم بتاعنا ازاي اوصل الميه. تخيلوا بقى نقطه الميه دي هي الحياه الانسان وحيوان وطير، انت في علمك ده مسؤول عنه. استشعر اللي انا بقوله مش مبنى خرسانه عمل ما عملش ولا طريق فلوس ولا مخلصي. توصل نقطه الميه اللي جايه من اثيوبيا وتوصلها للراجل حد محمد اللي قاعد في ارضه مستني الميه تجيله مهندس رايه يوصلها. عمليه تتكلم في ارواح وحياه جنب ليه تتعلمه؟ يبقى انا استشهد من جوايا كده والله الموضوع ده موضوع بالشركات اللي انا متعلم، انا المسؤول اصلا هذا الكلام، ايه دراسه الكلام وفهم؟ قال لي حد بقى اخطر من اللي انت بتعمله. احنا كده ماده من 60 ماده في الكتب في الكليه، من 5 سنين 12 ماده 60 ماده. انت ماده في الكليه اخطر للبشر وفي الحياه من احنا اليوم. وصل الميه لكل ربوع مصر بالتوقيت وبالكميه المطلوبه. موضوع كبير كمان الميه في مصر ما بتكفيهاش. فبفصل عن ده النهارده وادي بتاع الاسماعيليه بكره. وامنع بتاع الاسماعيليه النهارده وادي بتاع البحيره النهارده. كل ده بيتم في توقيت وبكميه محدده. مصر ما بتشربش كلها في يوم واحد وبتصوم في يوم واحد. كل محافظه وكل جوه محافظه متقسمه مدن، امتى يجيله الميه وامتى يمنعه يودي للارض اللي جنبه. خبر ابيض. 100 مليون بيوصل لهم الميه بشكل مناوبات، بشكل تعب الدور ده معلوش الدور ده ما يقدرش يروي لكل الناس واحد واحد كميه الميه معاه. الميه اللي طالعه في نهر النيل ما عندنا في مصر محدود، ما ينفعش تروي مصر كلها. فبندي محافظات ان النبات ما بيشربش كل يوم، في ايام بيشرب وايام بيصوم. بتتم بقى عمليه كده معقده جدا جدا جدا. انا ساعتها في الكورس ده المسؤول من نهر النيل نقطه توصل لحد الراجل قاعد في ايه تحت الشجره كده مستني نقطه الميه تجيله النهارده، عارف انها هتجيله النهارده. عليه الدور النهارده. فلازم نفتح المحبس اللي هنا اللي هو قاف ف قلنا عليها كنا ناسيينها. افتح قاف ف بالتوقيت وبالتسلسل توصل للراجل اللي قاعد فيه. هو عارف النهارده الاثنين ميه وهتيجي بس الصبح لا الميه بتترعى بتاعه. بس يوم الخميس ما هتقطع، يصحى الصبح الخميس ما يجيش ميه. عند الحاج محمد بقى عند 100 مليون ده جوه وزاره الري لتنظيم وصول الميه. اللي انت تعلمه بقى ان في حته كده على الارض صغيره ازاي الميه توصل بالكميه لو فتحت المحبس هتوصل للميه. فبالتالي بقى ان انت بتقول مجموعه المنشات دي هي اللي بتتحكم، افتح هنا اقفل هنا واقفل هنا وافتح ده توصل للميه. لكن ما ينفعش افتح للكل مش هتوصل. يبقى كل ترعه تبدا بمنشا اسمه قنطره فم، وبعد كده هنيجي نبص. طيب دي اسمها ترعه فرعيه. فيه 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 اختصارها يبقى اختصار التالت النهارده فيه فيه ترعه فرعيه. ماشي. الترعة الفرعية بتدي الترعة الأصغر اسمها ترعة توزيع. شوية تعابين صغيرة تطلع كده. اسمها توزيع. بس عشان الرسمة تبصي انك تكفي بالايه ترعة توزيع. طيب. الترعه الميه ماشيه
فيها ودخلت، يبقى كل ترعة في بدايتها منشأ اسمه قاف ب. المهندس زي ما كل حاجة لها بداية لها نهاية، دخلت المية منشأ هتخرج المية في هذه الترعة منشأ. همشي همشي وترعة بنعمل هنا منشأ جديد اللي بيدخل مية الترعة زيادة للمصرف. المنشأ ده كل ترعة تنتهي المصرف بمنشأ. تديني دوائر كده، تحط لي دوائر هقول اسمها ايه. كل ترعة تنتهي بمنشأ، يا ترى اسمه ايه؟ المنشأ ده اسمه ميم نون. ميم نون اختصار جديد، مصب نهاية. كل ترعة تنتهي بمصب نهاية. يبقى زي ما بديت بمنطلق فوق بتنتهي بمصب نهاية، يبقى كل ترعة تبدأ بمنطلق فوق. ثلاثة، كل ترعة تنتهي عند المصب المنشأ اسمه مصب نهاية. مين نون عبارة عن رمز بتاعه دائرة مفرغة بالشكل. ماشي نتعلم. الترعة بتنتهي دائما بإيه؟ بمصرف. فهنعمل هنا مصرف. المصرف بيبقى خط متقطع، خطين متقطعين جنب بعض، واكتب عليه مصرف رئيسي بياخد مية الدرع وبيروح بيها للاخر. يبقى حاجة هنا هعمل خط تاني متقطع، يبقى عند حدود الأرض للتلات جهات في مصرف خطين متقطعين اسم مصرف رئيسي. يبقى المية دخلت في الترعة، مشت في الترعة الرئيسية، دخل الزيادة بتروح المصرف. كده احنا حطينا شبكة الري، رياح، ترعة كبرى، ترعة رئيسية، ترعة فرعية، ترعة كبيرة. رسمة دي عليها الشبكة الدرائية. تبدأ وانطلق فوق وتنتهي بمصارف النهاية. لما نروح المصارف بتبدأ من الصغير لحد الكبير. عندنا قاعدة بتقول بين كل ترعتين مصرف. بين كل ترعتين مصرف. مصرف فرعي. مصرف فرعي. بين كل ترعتين مصرف فرعي. دائما المصارف خطوط متقطعه. اوعى حد يوصل المصرف للترعه يقول يا دكتور انا واخد بالي والله المصرف ميته وحشه وعمر الدم ما يبقى ميه. الترعه حاجه المصرف حاجة. وعشان اعرفك يا دكتور الراجل التاني بحط نقطة كده ان انا شايف المصرف بعيد عن الترعة. المصرف بعيد عن الترعة. بين كل ترعتين مصرف وبين كل مصرفين ترعة. القاعدة رقم 4. بين كل ترعتين مصرف وبين كل مصرفين ترعة. طيب المصرف ده والمصرف ده والترعة دي والترعة دي، مين اللي هياخد ميتهم ويمشي فيها؟ هنعمل كده مصرف. اسمه مصرف رئيسي.
نعمل هنا مصرف رئيسي بياخد من دول وياخد من دول وياخد من دول يا ما يمشي لحد ما نوصل للمصرف الرئيسي الكبير. مصرف رئيسي كبير. طب مصب النهايه كان رمزه دايره مفرقه تحت الترع. المصرف دايرته مصمطه. المصرف ما بيلتقط مصرف بنعمل منشأ هنا جميل هنتكلم عليه. مصرف بيلتقط مع مصرف نعمل دايرة مصمطة. مصرف بيلتقط مع مصرف نعمل دايرة مصمطة. اسمه ايه المنشأ؟ اسمه مصب مصرف. مين؟ مصب مصرف. في ملخص جديد. مين مصب مصرف. وهناخد بقى كده ملحوظه رقم 5. كل مصرف ينتهي بمنشا اسمه مصب مصرف. مين النهارده هتحسوا بكمية جرعة المعلومات. تحس ان هي عشان جديدة معلومات كتير. السكشن كل الكلام ده هيتشرح بس على خريطة بأرقام. المبيد هيحسب معاك كام ترع. انا حطيتهم كده في البركة. لا المبيد هيعلمك ازاي يحط هل هم 4 ترع فرعيين؟ هل 6؟ هل كانوا 2 رئيسيين؟ مين قال يا دكتور اللي انت حطيت 4؟ ليه ما يبقوش 6؟ ليه ما يبقوش 10؟ ده اللي هنستشعر هنعمله معاكم. بس انا بوريك التخطيط بتاعي. هنراجع تاني. انا براجع بالراحه عشان دي صلب المحاضره. الشريان الكبير بين الشرايين الاصغر وبين كل فرعتين في مصرف وبين كل فرعتين في مصرف. المصرف بينتهي بدايره مصمطه. هنا في دايرتين. كل مصرف في الدايره بتاعته اسم مصب مصرف. كل ترعه تبدا تطفي وتنتهي يمين نون. اسال سؤال اشوف الناس اللي مصحصحه معايا. المصرف الترعه لها بدايه اسمها منفرد فوق ولها نهايه اسمها يمين نون. طب المصرف ليه بدايه ولا ملوش؟ دي محبس. لا هنكتبها الله يخليكم عشان انا عارف انك هتتسال بيها مره ثانيه. المصارف ليس لها منشا عند بدايتها. قول اقول صراحه ليس لها منشا عند بدايتها وانما لها منشا عند نهايتها اسمه مصب مصرف. اما الترعه لها منشا عند البدايه ومنشا عند النهايه. كلام ايه؟ كل الترع لها منطلق فوق بس انا عشان الوقت معدي كذا. سؤال زميلكم بيسال الترعه الفرعيه دي ليها منطلق فوق؟ ده نقعد نتسلى بقى كده ويعمل لها حرف سي. بس عشان الوقت معايا بس عشان هو حد بيذاكر نعرف ان هنا لازم في مصرف طبعا انت مع تسلم الشيت هيبقى بالالوان وهنحاسب الالوان فعلا تلعب فيها لون مصارف لون المنشا اللي انت هتحطه برمز لون او فين والمصارف خطوط متقطعه والترع خطوط مستقيمه. اكتبها كده لو سمحت في الملاحظات عشان لو حد ما حضرش بيسجل من الورق.
محفوظه رقم 6 الترع اظهر بخطوط مستمره اما المصارف تظهر بخطوط متقطعه. من واحد لمية من عارف سكتش كويس يوم النهارده او يوم الثاني.